راكم كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ يا كلشي بخير. انا اليوم جيتكم، اليوم راه ما كاين طياب، ما كاين حتى شي حاجه، اليوم كاين غير وصفه ديال الشعر. كلشي كيتسنى هذه الوصفه ديال الشعر. انا جيتكم هاد اليازين هذا ولا الغمعه، خليته هكا باش يبان لكم. هانتوما كناخذوا خضر، انا هو اللي قطعت هنايا، كنشدوا هاد القبيطات هكايا كنديروا لهم هكا هكا كنهاه. غادي نهضروا شويه ان شاء الله على هذه الوصفه هذه باش كتصلاح. اسمحوا لي، اسمحوا لي بزاف بزاف كنطلع لكم، ما كنقدرش نربي كل فيديو كل نهار كل نهار، ولكن انا عندي مشكل ديال لا سونتي، جي ان بروبليم سونتي، سي بور سا كنبقى كل مره فيما قديت راه تندير لكم فيديو. تنتمنى ان شاء الله من القدام كل نهار نحط لكم فيديو وكل نهار نحط لكم وصفه ان شاء الله يا ربي لو الله. البنات هذه الوصفه غادي نهضر عليها علاش كتصلاح، عاد باش غادي نقول لكم كيفاش ديروها. هذا اليازير البنات ولا الغمغه، هاد الوصفه هذه كتصلح للشعر باش تكثر الشعر، ولا قدر كاع الله يستر واحد الانسان كان عنده الصلاه، كاينين العيالات مساكن اللي كيطيح لهم الشعر بالمره، بالتحاليل ديال الطبيب خاصها تشوف شنو عندها، ما عندها شي حاجه اللي شي حاجه زعما اللي ناقصها في صحتها ولا هذا. ما كاينش هاد الوصفه واخا تكون مثلا 20 عام وهي جالسه بلا شعر صلعه، دير هاد الوصفه هذه والطريقه كيفاش غادي نقولها تبعها مزيان مزيان، اقسم لك بالله حتى ينوضها الشعر. هذه تجربه تجربه. هذا اليازير البنات كنشدو واحد شويه هكايا، ها هي واحد شويه منه، وغنديرو هنايا في هاد الكاسفول هكا. هذه البنات كنقول لها نجيمة الارض ولا كنقول لها باديانا، ها هي غادي نشدو منها هكا قد هكايا، ها وغادي نديرو مع هاد اليازير. هاد الوصفات البنات اللي كنعطيكم بتجربه. هذا البنات القرنفل ولا المسمار كما كيقولوا له، ها هو هذا البنات القزبور اليابس، القزبور اليابس ها هو. غادي نديرو الزيت العاديه البنات، ما نديروش الزيت البلديه، غنديرو الزيت عاديه، غديرو هاد الماركه هادي ولا ديرو وحده اخرى ماشي مشكل، ولكن ما ديروش الزيت البلديه. ها هو غندير واحد شويه هنا البنات هكايا، ها وغادي نديرو فوق البوطه هذا البنات. غادي نخليه واحد شويه يسخن غير شويه، غنجيب واحد القرعه كيما بغات تكون قرعه، المهم هكا قرعه ديال الدجاج. اللي عنده لا ماشين لا فيسيل يديرها في لا فيسيل ويدير النمره على النمره سخونه، واللي ما عندوش لا فيسيل يشد غير واحد لاكاسرول يعمر عليها بالماء ويخليها كتطبخ مزيان مزيان، نعقموها عاد باش البنات نمشكوها مزيان عاد باش نديرو فيها هذا الشيء. هاد اليازير البنات هذا البنات سكينجبير، ها هو سكينجبير اللي غسلناه ونقيناه، غادي نجيو غندير ليها قياه هكا. جربوا البنات هذه الوصفه هذه، وباش ما كان البنات دخلوا عندي في القناه وقولوا لي واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، ولكن جربوها على مده حالة شهر على حسب الشهر، الشهر ديال التجربه البنات، وشعركم راه غيتبدل ان شاء الله. هو شويه غادي نزيدوا هاد باديانا ولا نجيم في الارض، غنديروا لها كايره هاد القرنفل هكا هكايا، هاد القزبور اليابس البنات غنزيد منه واحد شويه، ودايما البنات غير بالقياس ما يديرش واحد. هادي يازير البنات النص ماشي النص، درت هي شويه قد هكا هادي درت في لاكاسرول، وهذا البنات غنديروها كايا بالقرعه هكا. الخليط البنات سخناه غير شي شويه ماشي بزاف، غاديش نخلوه حتى يتحرك، ما نخلوهش يتحرك غير شويه هكا سخناه، غادي نجي ندير ليه هكا على هذا الخليط هكا. غادي نجيو غادي نعمرو عليه هكا، غادي
بنات هاد لاكاسرول هادي هي عمرتها بالماء. هانتوما شوفوا غادي نجي غادي نحطي هادي هكاها نصير عليها مزيان سكتها مزيان وغادي نحطها وسط هاد لاكاسرول وغادي نزيد نعمر الماء البنات حتى نوصلو حتى لهنايا حتى النص ديال القرعه يتغطى بالماء وغادي نديرو فوق البوطه البنات وغادي نخليه ثلاثه ديال السوايع وهو كيطبخ ومره مره كنجينا لهاد القرعه وكنديرها بحال هكا هي كنشدها لهنا وكنديرها هكا كنديرها هكا هي ها وتردها هكا في الماء ونخليها ثلاثه السوايع غادي نشوف الساعه ديالي قبل ما درتهاش باش نتبع على ثلاثه السوايع منين غيدوز ثلاثه ديال السوايع وهو هاد لاكاسرول كتغلي وهاد القرعه هادي وسط منها غادي منين دوز ثلاثه السوايع غادي نطفي عليه ونخليه حتى نجي نقلب هذا الماء اللي كاين في لاكاسرول غادي يلقاه برد صافي برد وغادي نديرو الشعر غادي نقول لكم كيفاش غادي ديروا الشعر كاين اللي كيقول لك انا غادي نجي ندير شويه ديال الزيت للشعري كنشد هكا هيا وتندهنو غير من الفوق شويه هكا وصافي البنات غادي تشدو متى اللي عندها الله يستر الشعر كاع طاح ليها بزاف طايح ليها بزاف غتشد واحد الفوطه تسخنها مزيان مزيان وتحطها على الشعر على راسها وتكون الفوطه سخونه اي ما سخنيها في الميكرووند ولا سخنيها في الماء السخون وعصريها وحطيها فوق راسك حتى تبدا ديك الفوطه هكا عطات السخونيه على راسك وغتشدي هذاك الزيت بحال اللي كدير لي ماشي البنات غتشدوا شعركم غتفرقوا فرقه بفرقه وغتشدوا الشيته وتحطوا ديك الزيت غادي تصفيوها في واحد بحال هكا ها غتدخل واحد شويه ديال الزيت مثلا هذه هي زليفه عندي غادي نجي غادي نقول فيها واحد شويه ديال الزيت القياس ديال شعري الا كان شعري كثير غادي نكثر الزيت كان شعري قليل غادي نقلل الزيت وغادي نشد اما الشيته واما القطن وغادي نبقى نفرق شعري بحال هكا وندير ونهز عاوتاني الفرقه الاخرى وندير بحال اللي كندير لي ماشي الجذر ديال الشعر خاصو ان با دو ليل ان با عامر بالزيت ماشي ندير غير شويه ونقول هو صافي جوج مرات في السيمانه البنات جوج مرات ديال هاد الزيت هادي ها في السيمانه ضروري جوج مرات في السيمانه واللي اللي مثلا اللي عندها الشعر ما عندهاش الشعر راه كاين الناس مساكين اللي كيكون عندهم بروبليم سانتي كاين اللي كيكونوا كيمشي لهم الشعر بالمره كتقول لك لا الطبيب تيقول لي صافي راه ما باقيش ينوض داك الشعر راه العشوب رحمه البنات والله العظيم الا العشوب راه رحمه وغير ديروا هذه الطريقه هذه قلت لكم البنات والله حتى ترحموني عليها ديروها البنات وهذا الزيت هذه هاد الزيت هي اللي ديروا ما ديروش الزيت البلديه كنتمنى البنات كنتمنى لكم وضحت لكم مزيان مزيان وكنتمنى البنات هذا الفيديو هذا يعجبكم لقاش بزاف منكم اللي طلبوني هذا الفيديو هذا وهنا درت لكم دابا هذه الوصفه هنا عطيتها لكم المره الجايه ان شاء الله غنعطيكم الوصفه ديال الحنه ونعطيكم عاود وصفه اخرى اللي ما كتبغيش دير الحنه وكتبغي الشعر ديالها يتلولها بلا حنه غير بلي بلانط ان شاء الله يا ربي هادو جوج وصفات ضروري غادي نعطيها لكم وكنتمنىكم تعاونوني البنات وديروا لي لايك لاشان ديالي راه مازال ما تفعلاتش وكنتمنىكم تعاونوني وتشجعوني البنات راه غنجيكم ان شاء الله فيديوهات جداد وصفات جداد وتنقول لكم البنات حتى الفيديو الماجي ان شاء الله تهلاو